مرحبا، معكم أستاذ راني أحمد. هذا الدرس رقم 27 من دروس البرمجة بلغة CL على راوتر سيسكو. وبهذا الدرس راح نحكي عن نعمل أو نصمم الكلاينت الخاص فينا، يعني نعمل العميل الاتصال بالشبكة على طريقتنا عزونا. طيب، هلا أول شيء إحنا راح نستعين بسكريبت القديم رقم 26 اللي هو فيش سيرفر. عشان تاخده نظرة شوي سريعة عليه، لا تسكر، وهو هذا اللي راح نتصل فيه، حيكون على الراوتر. هلا نحن عندنا هون راح نكتب سكريبت، راح تكون موجودة وين؟ على اللابتوب تبعي، مش على الراوتر. يعني انا راح اخلي اللابتوب يتصل بالسيرفر اللي على الراوتر، السوفتوير تبع رقم 26، وبعدين وبعدين بهالطريقة بكون انا عملت شيء زي التلنت اللي عملناها بدرس 26، بس بتكون شو على خاطري. تمام. طيب هلا خلينا هاي رجع بس لانه ضروري. هلا اول شيء كيف بدنا نكتب سكريبت؟ اول شيء اي سكريبت تكتبها، وهون عم نحكي عن لينكس، لازم تبلشها بمسار المفسر. تمام. فهذه الشبانج هي بنسميها الشبانج، هي الشقفه، علامه الشبكه والعلامه التعجب مع بعض بنسميها الشبانج. فهي معناها هاي هي اللي بتقوس على هدول، حتى ليه زي ما بقول الشبانج، اظن زي هيك معناها، انه تخلي هون هدول يشتغلوا كويس. هلا المفسر عندنا طبعا هو تسيل اس اتش. هلا على لينكس لازم يكون، اذا كان بيستخدم مباشره دبيان، لازم تنزل الحزمه تي سي ال 8.6 اوكي، او 8.5 حسب انت شو عندك. اوكي، مع او اذا حبيت فيك تنزل اكتف تي سي ال من اكتف ستيت دوت كوم. اكتف تي سي ال بيشتغل على كل الانظمه، ماك، لينكس، ويندوز. كويس. هلا وبعدين السكريبت بس تكتبها تحفظها، هذه السكريبتات عندي هون، هذا الملف مثلا، هذا رقم 27 اللي هو فيه الكلاينت، فيه العميل، بعمل عليه رايت كليك، بقول له خلينا ندور عليه مزبوط. اوكي، بروبرتيز، بروح على الخصائص، بروح على البيرميشنز، على الصلاحيات، السماحيات، سموها شو ما بدكم. كويس، بنقي على القليله الاكزكيوت هون او على الكل. تمام. طيب هلا بروح على سكريبت 27 درس 27 ونشوف شو كيف احنا كتبنا السوكيت هون. هلا طبعا الاتصال دائما بيتم عبر الامر سوكيت. هلا راح يصير انه راح اخلق انا هون متغير اسمه تشان، يعني هذا راح يحفظ لي معلومات الاتصال، هذا هو القناة. كويس، انا بدي اعرف اي قناة، فبحفظها بهذا الاسم تشان. كويس، بمتغير. وبعدين السوكت هي راح تخلق لي اتصال على الراب الاي بي، هذا اللي هو رقم الراوتر عندي، انت شو مكان يعني، بعدين بتعمل اتصال زي ما بتحب. تمام. وهي 9900 رقم المنفذ اللي عم بتنصت عليه البروجرام اللي هو بتصرف بطريقة خدمة. كويس، فهو بتحول لخادم، فهو عم بتنصت على هذا الرقم، فأنا اتصالي بيكون على الاي بي كذا، المنفذ رقم كذا. تمام. هلا هاي الاف كونفيجر دولار تشام بافرنج نون رح نتركها شوي، هي صار مثل ما صار معنا مع الاوبن. كويس، بس خلينا نتركها شوي عشان افرجيكم اياها شوف عينكم. هلا الوايل هون عم بصير معي انه بينما عم بضل يقرا سطر من الكيبورد، طبعا جز اس تي دي ان لاين، هيدي احنا عارفينها، بضل تقرا من السطر. تمام. شغله تقرا من السطر، بس بينما انا لما بحطها بكلمه بينما هون وايل، يعني بضله يقرا من السطر، بضل يعمل انفينيت لوب، حلقه مفرغه، بضله كل مره بيرجع وبيحاول يقرا سطر جديد. هلا طبعا هون في عندي بوتس. طيب بوتس حشو بوتس على التشان هون على القناة هاي، يعني انا هون شو عم بعمل، عم بجيب لاين اللي هو قريته من هون. كويس، عفوا، قريته من هون صار هون، وين عم كبه؟ عم كبه بقلب القناة، فبروح على القناة، فبروح على السوكت، على السوكت بنزل على السيرفر، السيرفر بتصرف بالمعلومة اللي وصلته. هلا اذا كان اللاين كويت، يعني اطلع، كويس، او بطل يعني، فكويت، فبشغل الامر اكزيت. الاكزيت معناها بيخرج من البرنامج، اي برنامج، ان شاء الله على السيرفر، ان شاء الله على اي مكان، بس تشوف كلمه اكزيت معناها بيطلع من البرنامج، حتى بيشغلنا بالسيسكو بتكتب اكزيت بيطلع من الحاله اللي احنا فيها. اوكي،
هذا الامر معناه اغلاق البرنامج. هلا بهالحاله رح يضل شو يكتب حتى هاي لما يشوف، لانه حسب السكريبت اللي احنا عاملينه بده 26 انه بس يشوف كويت زي هون كمان رح يصفي لي السيرفر. كويس، فخلينا نشوف كيف البرنامج شغال. طيب انا رح سكريبت طبعا حتى اللي نشغلها نكتب بهالطريقه. لازم نبلش بتغير على محل المسار. طبعا انا عندي المسار محطوط على هون مكان الملف، بعمل له CD بغير عليه. تمام، وبعدين عندي نقطة سلاش، معناها نقطة سلاش يعني شغل الملف اللي وراها. عرفتوا كيف؟ طبعا على اساس انك انت حطيت هلا السماحية انه اكزكيوت بمعنى تشغيل. طيب هلا بجيبك بس انا عليها هيك وبشغلها، تقول لي كونكشن ريفيوز. ليش؟ لانه السيرفر مطفي. هذا بس حبيت فرجيكم اياه انه كيف يعني سيرفر مطفي. اروح على الراوتر وبرجع على تسال اساتشون، انا مظبطها هاي من قبل. تمام، خلينا هاي نزيحها شوي هيك، نتاكد انه اولوز اون توب اولوز اون توب. على التالي نشوف سوا كيف السيرفر والكلاينت راح يحكوا مع بعض او يتواصلوا مع بعض. فاذا راح اشغل سكريبت هون، هلا انت هون واقفه بس ما تفكر انه ما في شغل، لا في شغل. وراح اشغل هاي كمان نفس الحركه، في شغل. ليش؟ لانه الجهتين عم بيعملوا شو؟ جيتس هون، هيدي جيتس هون على اس دي ان، وهداك بيعمل جيتس على وين؟ على السيرفر. تمام، طيب شايفين؟ عشان نرجع، هاي جيتس هون وهيدي جيتس هون. تمام، انا بيهمني هاي الجيتس. طيب بروح على سكريبتات هون. طيب هلا بش بكتب انا مثلا هلو، اهل، مرحبا مرحبا. شايفين كيف سوا؟ اوكي، هاي راني، انا راني. اوكي، طيب هلا اذا كتبت كويت، طبعا عم ببعت انا شو كلمة كويت هون، مثل ما بعت راني ببعت كويت. بس انا بعت كويت بطفي السيرفر وانا هون بطفي. اثنين سوا. تمام، فكان عم ببعت امر عن بعيد. اوكي، طبعا لو تستعمل اي بي تكون امور عن بعيد. طيب هلا باجي انا بدي احكي كمان عن الاف كونفيجر. هلا انتم كل مره عم بتلاحظوا انا عم شغل هلو بيطلع هلو هون، مرحبا بيطلع مرحبا، يعني سوا بيطلع. كويس، شوف شو بتصير بتعمل اف كونفيجر. طبعا لما تطفي البفرنج، اوكي، لما تشيل، لما تحط البفرنج اون، يعني هلا هون بفرنج نون. اوكي، لا انا بدي اعمل اشيل الاف كونفيجر. واتمنى تقروا اكثر عن هذا الامر، اف كونفيجر كيف بصير يعني يجهز لكم القناه بالطريقة اللي بدكم اياها، بتشتغل بالطريقة اللي بدكم اياها. كويس، كثير مهم مثلا اذا بدك تبعت ملف. ف خلينا نعمل هيك ونشغل اول شيء السيرفر. طبعا بدي اتصال بشغل السكريبت. طيب شوف هلا شو راح يصير. هلا هي هلو، لاحظوا كيف مرحبا. شوف بعده شو ما اكتب بعده ما عم بيردن على السيرفر. لاحظوا هون ما فيش شيء عندي اياه يحكي لي انه في تجاوب. اوكي، بس طبعا انا طافي شو الاف كونفيجر على يعني فايل كونفيجر هي او شانل كونفيجر فيها المفروض يسموها. اوكي، كويت بدي طفي السيرفر. طبعا رح توصل مسج اسمها طفيت السيرفر، رساله طفيت السيرفر طفى. بس شو صار؟ كبهم كلهم فرد خطه. هذه معناها لما تكون انت مش عامل اف كونفيجر، معناها السوكت طول الوقت عندها حاسه كل كلمه واصلتها. اوكي، وبعدين شو بتعمل؟ بتكبر. تمام، فبهالطريقة بكون انا طلعت كل شيء عن السوكتس. اوكي، بشكل اساسي هيك بكونوا فهمتوا كيف الكلاينت والسيرفر بكونوا عم بيشتغلوا. وشكرا.